نجاح هلأ وعدتني إنه ما تعمل بحالة شيء يأذيها. وجدة، أنا ما فيني. لا خالتي، مو هلأ رجاءً. خيانة، كانت خيانة كبيرة بيان، وأختك هلأ كتير مجروحة من الشي اللي صار معها، مو بس منك، هي متضايقة من الكل. وجدان لوين رايحة؟ أنت بتعرف إني ما بعمل شي بالسر. أنا رايحة أشوفه لكبير. وجدة، إذا هلأ كبير عرف الحقيقة ما رح يترك البلد أبدا، ورح يخرب كل شي، ما حد نقدر نطالع من حياة نجاح بعد اليوم. يا ريت لو نجاح ما سمعت حديثنا. هلأ طالما كل شيء انتهى على خير، ليش أنا مالي مرتاح؟ عم يتكرر يلي صار، وأنا هلأ رح بعد وأتركها لنجاح. لازم أترك نجاح وهالبيت. خلصت قصتكم، برأيك نهايتكم سعيدة كبير؟ مشان هيك انت عم تودعنا، صح؟ وجدان، أنا بظن لازم تقولي لنجاح إنه أنا حكيت لنجاح وقالت لي بأي حالة شافتك، بس أنا بعرف انت ليش هيك عملت. أنا بعرف كل الحقيقة كبير، بعرف إنه خالتي وبيان هن اللي اتفقوا معك، وإنت قبلت بكل بساطة وجهزت حالك لتترك نجاح وتمشي وتكسر قلبك. حلو، طلعتي تعرفي كل شي لكن مو المهم هلأ إذا كنت بعرف الحقيقة ولا لا يا كبير، الفكرة إنه كيف طوعك قلبك إنه تجرح نجاح مرة تانية، خنت وما فرقت معك ومشاعرها. شو بدي ساوي وجدان؟ أنا ما عاد فهمت، يعني يا ترى منستاهل كل اللي صار معنا؟ إيه أنا بحبها لنجاح وكتير، بس أنا رح أقدر أسعدها بحياتها؟ أنا شخص مناسب؟ أنا عن جد ما بعرف. أكيد معك حق. We'll be right back.